السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ عساكم طيبين. عبد الرحمن أو ميدل إيست بيست معاكم. اليوم جايب لكم جراند ثيفت أوت، لكن ما راح أسوي تختيم الحين، راح أنزل لكم أهم شيء اللي كل يطلع له. أغلب الشعب يلعب جراند، بعضهم ما يلعب التختيم، فعلى طول يبي يستخدم رموز الغش أو كلمات السر، فجبتها لكم يعني قلت أفيدكم في البداية عشان تستمتعون في اللعبة. للي شروها لما فوق 18 تحت 18 هتشترونها، لعبة مش كويسة، ما أنصحكم فيها بصراحة، لكن للي شراها وبيحللها فهذا التشيت كود أو الكلمات السر. خلينا نجرب نرفع اللي هو كلمة الشرطة وكذا، ما نبيها يعني، راح نسوي الأشياء المهمة يعني. ولا دقيقة، نرفع كلمة سر الشرطة، لا ما نبيها. ريتشارج ابيليتي، العلامة اللي تحت بالاصفر هذا الابيليتي اللي هو قدرتك، مثلا لما تسوق يخفف لك السرعة، يساعدك على الايم، يخفف الايم. زي مثلا ما عندي انا سلاح، لو عندي سلاح كان جربتها لكم. خلونا نجرب الاشياء الكويسة. في شغلات انك يعني تقوي طلقاتك، خلنا نشوف سلو موشن ايم، تقلل سرعة الاطلاق عندك. للأسف انه ما كان نفس نظام جي تي اي اي في اللي هو الرابع او فور، نظام بالجوال او يمديك تحفظها تخليها جاهزة، لا صار نفس نظام القديم على ايام سان اندرس كان عرفتوها، اللي هو R1 L2 كذا تكتبون كتابة. طيب سبون بازرد ايركرافت، او شي خلنا نسوي كادي فيكل، كادي فيكل وما ادري وش اقصديها بس خلنا نشوفها. L1 ليفت، R1 L2 اكس، R1 L1 دائرة مربع. جا شيء؟ نعيدها مرة ثانية. دائرة L1 ليفت، R1 L2 اوه كل اخطيت، احط مربع دال اكس. يلا دائرة N1 ليفت R1 L2 ايوه جت. وينها هذه؟ اما هذه سيارة شو اسمها، الجولف. سلام، لا انقلع من بيها. طيب خلينا نحط لكم كومبات فيك، كوميت فيكل، ما ادري وش سيارة، خلينا نجربها عشان انا بحط لكم ترجمة وتعرفون انواعها، بس انا الحين اسجلها واوريكم من الكودز كيف تفعيلها للي ما شافوه يشوفونه. اوه سيارة شو اسمه، شو اسمه، وش هي سيارة؟ المهم من سيارة سبورت سريعة اكيد من شكلها. العب الذيب عطى، والله الصوت يطرب، كفو رهيب السيارة هذه بصراحة. الله عليك يا وحش، خفيفة جدا السيارة. التحكم في السواقة شوي لك عليه، يمديك تفجر، والله انها رهيبة بدون ما امسك بريك. الحين شوف لو مسكنا بريك ايش بيصير، تتفقع الكفرات اكيد. يا رب فجر فجر، كفو فجر الذيب. اما ما تفجرت الى الحين، والله صامم الكفرات. ايوه كفو، يلا ثاني ثاني ثاني، عجل علينا. والله الثاني صامم، فجرناها. شو كيف صارت السيارة؟ أموت أنا على الشكامين. طيب اللي بعدها داستر ايركرافت، طيارة لكن بنخليها بعدين. ليموزين R2 يمين، L2 يسار يسار، R1 L1 دائرة يمين. وينه؟ ليموزين الطويل، عرفتوه؟ ايوه بالضبط هذا. طيب ما له داعي نركبه، اكيد بيصير سامج بطيء. طيب عندكم
شغلات كثيرة. خلنا نطلع دراجات نارية. ار1 يمين ليفت، ار2 ليفت. وينه؟ وينه؟ كانت يقول ما يمديك تنزل هنا شيء. طيب نعيده مو مشكلة. ار1 يمين يسار يمين، ار2 يسار يمين، مربع يمين. ايوه هذا هو، هذا الجي تي، دباب الجي تي اللي يسمونه بي سي جي، بي سي جي 600. والله التحكم فيه خلي يخوف يا رجل. نط، لا 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 تخربها. هذا الهيلث اللي تحت، اللي في النص ما ادري ايش يقصدون فيه، لكن اللي ما عرف وش اقصد بالابيلتي او المقدره عنده، انه مثلا الحين ضغطت الجيرين مع بعض، شوف شو يصير. لا مو هنا، اجل في السيارات. طيب خلينا ننزل جي تي، في سياره جي تي خلينا نرفع فيها غزاله بس دقيقه. كفو، احا خلاص. هذا مشكلته الدباب، اذا صقعت رحت فيها. طيب ار2 لا دي ال1 دائره يمين، يمين دائره ار2. لا هذه سياره، يقول لك هذا جي تي، سياره جي تي والله رهيبه. لا 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 ابعد ابعد، كفو. التحكم فيه يبغاله شوي لفه فيه سريعه. انطل يا الذيب. طيب خليني اوريكم الابيليتي اللي اقول لكم عنها، اللي هو علامتها تشوفونها الاصفر، كل ما لا تتعبى لا تضغط كذا وتثقل الحركه عشان يمديك تلف تسحب بين السيارات. لا خلص الاصفر انتهت عليك. الهيلث اللي هو بالاخضر اللي في النص الى الحين ما اعرف. طيب اللي بعدها اللي هو سبون شن سبايك، هذا برضو دباب ثاني او دراجه ناريه. ال1 دائره دائره، ال1 دائره، ار1 ال2 ال1. طيب وينه؟ ليه؟ طيب نعيده. دائره اكس، ال1 دائره دائره، ال1 دائره، ار1 ار2 ال2. لا يا شيخ عاد مو هنا، يطلع ان شاء الله. كفو هذا.